النهاردة إن شاء الله إحنا هنتكلم على حاجة اسمها الجدول الدوري الحديث. الجدول إيه؟ وعلى فكرة حبيب قلبي لو أنت نسيت يبقى إحنا عنوان درسنا الجدول الدوري، مش بس الجدول الدوري وتصنيف العناصر. الجدول الدوري وإيه؟ بص يا ست الكل، موضوع الجدول الدوري ده يا جماعة وأنتوا أكيد فاكرين كنتوا درستوه في إعدادي، إلا إن أنت ما درستهوش بالشكل المستفيض اللي إحنا هنشرح بيه. طبعًا ليه؟ أنت ممكن في تانية إعدادي ما كنتش تعرف تدرسه كويس لسبب بسيط، لأن أنت ما كنتش لسه أخدت التوزيع تبعًا لمستويات الطاقة الفرعية. أما دلوقتي حضرتك أخدت معانا التوزيع تبعًا لمستويات الطاقة الإيه؟ اللي بيكشف لك كل حاجة. ولذلك أحب ألفت نظركم لحاجة يا جماعة قبل ما نبدأ. اسمع دي كده، تعتبر المستويات الفرعية. تعتبر ايه يا جماعة؟ دي اول معلومة لازم تعرفوها. تعتبر المستويات الفرعية هي المستويات الحقيقية للطاقة في الذرة. يبقى لو حد مين قالك ما هي المستويات الحقيقية، هي مين؟ الرئيسية ولا الفرعية؟ اقول لها المستويات الفرعية هي اللي بتصف الذرة او بتعبر عن الذرة تعبيرا حقيقيا. يبقى اولا المستويات الفرعية هي المستويات الحقيقية لمين؟ للطاقة. فين يا فندم؟ في الذرة. ولذلك حبايب قلبي لو مش واخدين بالكو، حضرتك ما كنتش بتعرف توزع بالمستويات الرئيسية الا لحد CE20، صح؟ بعد كده ما كانش بينفع للأسف، لان التوزيع بالمستويات الرئيسية هيحصل فيه بعد كده شوية خلل كده مش هينفعوك. ولذلك الادق في وصف الذرة هي المستويات الرئيسية ولا الفرعية؟ الفرعية. طب جميل جدا. طب تعالى نبدأ بوصف الجدول الدوري. أول حاجة مستر، مما يتكون الجدول الدوري؟ بص يا ست الكل، مما يتكون إيه يا جماعة؟ الأول أنا هقول مما يتكون، وبعد ما أقول مما يتكون هقول لك هو اتكون إزاي؟ اتبنى على إيه؟ مما يتكون الجدول الدوري. حبيب قلبي لو بص معايا على الجدول الدوري اللي موجود في ظهر المذكرة بتاعته هيعرف الجدول الدوري بيتكون من إيه؟ ولا بلاش؟ تعالى معايا نبص على الجدول الدوري الجميل ده اللي على السبورة. هتلاحظ حضرتك أن هذا الجدول يتكون من حاجتين. أعمدة رأسية تسمى المجموعات. أعمدة رأسية تسمى إيه؟ مجموعات. آه يا بابا دي اسمها أعمدة رأسية. كده اسمها رأسية يا حبيبتي. كده رأسية يا حبيبتي في اتجاه رأسك. رأسي. عشان ما نلاقيش طالب في ثانية سنة ومش عارف فرق بين رأسي وأفقي. عيب يا جماعة والله العظيم، والله العظيم عيب. يبقى هنا يتكون الجدول من أعمدة إيه؟ تسمى المجموعات. أعمدة رأسية اسمها إيه؟ وصفوف أفقية يا ست الكل اسمها دورات. يبقى الجدول مكون من حاجتين، إيه وإيه؟ أعمدة رأسية تسمى المجموعات، وصفوف أفقية تسمى الإيه؟ فواحدة تقول لي طب معلش يا مستر، هما كام عمود وكام دورة؟ اسمع يا بابا، حيث يتكون الجدول الدوري من 18 عمود رأسي. كام عمود رأسي يا جماعة؟ حبيب قلبي لو مسك كده قلم وقعد يعد الأعمدة الرأسية صدقني على ضمانتي هتلاقيهم كام؟ 18. 2 و7 دورات أفقية. و7 إيه؟ طبعًا بطيختي الجميلة اللي قاعدة مركزة قالت لي على فكرة أنا عارفة هم ليه 7 دورات أفقية. قلت لها ليه يا حبيبتي؟ قالت لي لأن المستويات الرئيسية عددها ما بيزيدش عن كام؟ ما هو 7 مستويات يعملوا 7 دورات. يبقى مبدئيًا أول حاجة في تركيب الجدول كام عمود رأسي؟ 18. بيسموها مجموعات اسمها إيه؟ و7 دورات أفقية أو 7 صفوف أفقية بيسموها إيه؟ دورات. يبقى أعمدة رأسية اسمها مجموعات والصفوف أفقية اسمها إيه؟ دورات. صعب الكلام ده؟ طب اسمعي بقى يا بطري عشان الحتة دي مهمة جدا في البداية. طب معلش يا جماعة هسألكوا سؤال، يبقى لو عنصرين تحت بعض كده 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 اسمها عنصران يقعان فين؟ في نفس المجموعة، لكن لو جنب بعض كده يبقى كده اسمها في نفس وكده اسمها في نفس. طب سؤال، أنا بعرف إزاي إن العنصران يقعان في نفس المجموعة ولا في نفس الدورة؟ بالتوزيع، بإيه؟ تعالى بقى هوريك دلوقتي، عناصر نفس المجموعة شبه بعض في إيه ومختلفين في إيه؟ وعناصر الدورة شبه بعض في إيه ومختلفين في إيه؟ رجاءً بس ركز معايا، نبدأ بسم الله. عناصر، يا رب يفهموها، والله سهلة، عناصر نفس الإيه؟ نفس المجموعة، عناصر نفس. هجيب لكم مثال على عنصرين في نفس المجموعة وانتوا ان شاء الله اللي هتقولوا لي عناصر المجموعة بتكون شبه بعضها في ايه ومختلفة في ايه. مثال من اسهل واشهر الامثلة ده NA11
وده كي 19. هيبقى قلبي لو بص في الجدول هيلاقيهم هما الاثنين تحت بعض كده. يا عم سيبك من الجدول بس ركز معايا، تقدر تثبت لي ان هما في نفس المجموعه؟ طبعا من غير ما تبص في الجدول. امسك الاثنين ووزعهم. يلا بقى وزع. ها لا انت قديمه قوي. نيون 10، مش ده اقرب غاز خام يسبقه؟ يلا يا جماعه بعد النيون 10 3S1 3S. طب يلا كمان مره، بوتاسيوم كام؟ 19. ارجون كام؟ 18. حبايبي لو بصوا والله هيفهموا لوحدهم العناصر في نفس المجموعه مختلفين في ايه ومتشابهين في ايه. نبدا بالاولى. نبدا باول حاجه، عناصر نفس المجموعه تختلف في عدد الكم الرئيسي. تختلف فين؟ جماعه عارفين ايه هو عدد الكم الرئيسي؟ هنا بالنسبه لنا اللي هو عدد المستويات اللي عندك. يعني ذره عنصر الصوديوم جواها كم مستوى طاقه؟ حتى بالاماره انت كنت بتوزعيها مستويات رئيسيه 2 8 1 كده كم مستوى؟ بينما ذره عنصر البوتاسيوم فيها كم مستوى طاقه؟ 4. يبقى اول حاجه عناصر نفس المجموعه بتتعرف ازاي يا مستر؟ واحد، تختلف فين يا حاجه؟ عناصر نفس المجموعه تختلف في عدد الكم ليه الرئيسي، او يحق لي بين قوسين يا جماعه اكتب تختلف فين كمان. ها يعني ايه في عدد الكم الرئيسي؟ يعني عدد المستويات الرئيسيه المشغوله بالالكترونات. عدد ايه يا جماعه؟ صعب الكلام ده؟ اتفهمت دي؟ بس استنوا بقى يا جماعه، بينما تتفق في ايه اللي مركزه معايا؟ البنوته بقى اللي مركزه قالت لي بص هنا الاس في الكترون واحد، دي اسمها الكترونات غلاف التكافؤ. يبقى غلاف التكافؤ هنا في كام الكترون؟ طب غلاف التكافؤ هنا في كام الكترون؟ خد بقى، يبقى احنا مختلفين في عدد الكم الرئيسي اللي هو عدد المستويات، وتتفق فين؟ اسمع، لا ما اسمعش كده، وتتفق في عدد الكترونات غلاف مين؟ وتتفق في عدد الكترونات غلاف مين؟ ده اسمعوا بقى يا جماعه في حته هنا مهمه قوي. وعشان العناصر اللي في نفس المجموعه بيكون ليها نفس عدد الكترونات غلاف التكافؤ، اسمعي دي، لذا فان لها نفس الخواص. لها نفس ايه؟ يعني اجي اقول لك في الامتحان علل لما ياتي، هو ليه خواص عنصر الصوديوم بتساوي خواص عنصر البوتاسيوم حيث انهما يقعان في نفس، وبالتالي يتفقان في عدد الكترونات غلاف. ويبقى اسمع القاعده دي، لو الكترونات التكافؤ بتاعتك قد الكترونات التكافؤ بتاعتي، يبقى انا وانت هنتفق فين؟ وعشان كده عناصر اي مجموعه شبه بعضها في الخواص. امسك اي عنصرين في نفس المجموعه هتلاقي ان خواص العنصر زي خواص العنصر اللي تحتيه. ليه؟ لان دايما عناصر المجموعه ها ليهم نفس عدد الكترونات، وخواص العنصر تحدد من عدد الكترونات غلاف تكافؤ. اتفهمت دي كده؟ ده كده لو العنصرين في نفس الايه؟ طب تعالى لي تاني، روح للتانية بقى، لو جنب بعض كده يبقى اسمها عنصران يقعان في نفس الايه؟ يا رب يجيبوها لوحدهم. عناصر نفس الايه؟ برضه يا جماعه بالفهم مش بالحفظ، يلا. هجيب لكم عنصرين وانتوا اللي هتقولوا، عرفتوا منين ان هما في نفس الدور؟ يلا. ادي المغنيسيوم 12 مثلا، وهنوزع برضه الكلور 17، لما نشوف اللي مركز على السبوره. يلا يا هاني موزعي. قالت لي بص نيون 10 3S2، ها كلور 17، قالت لي نيون 10 ها 3S2، سامع؟ لما نشوف اللي مركز. عناصر نفس الدورة بقى يا هانم تتفق فين؟ قالت لي بص بقى يا مستر، لو العناصر في نفس الدورة تتفق فين؟ تتفق في عدد الكم. لما نشوف اللي مركز، خد التانية، العنصر ده في غلاف التكافؤ معاه كام الكترون؟ بينما ده في غلاف التكافؤ معاه 7. اوعى تنسي ان الكترونات غلاف التكافؤ مجموع مين ومين؟ اس وبي. اس وايه؟ حتى بالاماره لما كنتوا بتوزعوا مستويات الرئيسيه، مش كنتوا بتوزعوا الكلور 2 8 7؟ السبعه دي اللي هي ايه؟ الاثنين اللي في الاس والخمسه اللي في البي. اتفهمت اللعبه؟ يبقى استنى، تتفق في عدد الكم؟ اسمع، وتختلف ها في عدد الكترونات غلاف. كملي بقى جميلك، لذا تختلف فين؟ لذا تختلف في الخواص. بص العيل الرايق قال لي يا مستر ما تقول لنا
ان خواص عناصر المجموعه عكس خواص عناصر الدوره. احنا في المجموعه نختلف في عدد الكم الرئيسي، نتفق في عدد الكترونات غلاف التكافؤ. قلت له برافو. بينما في الدوره نتفق في عدد الكم اللي هو عدد المستويات، انت عندك ثلاث مستويات وانا عندي ثلاث مستويات، ونختلف في عدد. اتفهمت اللعبه يا جماعه؟ ويبقى انا لو جبت لك اي عنصرين وسالتك هما يقعان في نفس الدوره ولا في نفس المجموعه هتعمل ايه اول حاجه؟ هوزع. والله اتفقوا في عدد الكم الرئيسي يبقى يقعان في نفس الدوره. طب بقول لك ايه؟ طب لو اتفقوا في عدد الكترونات غلاف التكافؤ يبقى في نفس المجموعه، تمام؟ طب مين اللي شبه بعض؟ كده ولا كده؟ لا كده، افقيه راسيا في المجموعه. فقلنا يا جماعه في المجموعه بنتفق في الخواص لان ليها نفس عدد الكترونات غلاف ايه؟ وكده عرفنا ازاي بنحدد هل العناصر في نفس ولا العناصر في نفس؟ لان احنا كل شغلنا ان شاء الله في الباب هيبقى معتمد هم العنصرين دول في مجموعه واحده ولا في دوره واحده. صعب الكلام؟ طب ننتقل بعد كده للسؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول ما هو الاساس العلمي؟ ما هو ايه يا بطه؟ ما هو الاساس العلمي الذي بني عليه الجدول الدوري؟ فاهمين حاجه يا جماعه؟ بيقول لك الجدول الدوري ده هل هو مبني كده ولا مبني على اساس علمي؟ احب انبه طلاب المحترمين اللي مركزين معايا على السبوره ان الجدول الدوري مبني على اساسين علميين. كم اساس؟ يبقى البناء، هذا البناء المحترم اللي هو الجدول الدوري مبني على كم اساس؟ بالله عليك ركز. واحد، ترتب، لما نشوف اللي مركزين، ترتب فيه العناصر. ترتب ايه؟ فيه العناصر ترتيبا تصاعديا حسب الزيادة في العدد الذري. تاني يبقى العناصر هنا مرتبة ازاي يا ست الكل؟ ترتيبا تصاعديا حسب الزيادة في العدد. استني بس ازود لك، بحيث يزيد كل عنصر عن الذي يسبقه، عشان بس يبقى كلامي فيه دقة ما حدش يزعل. كل عنصر بيزيد عن ايه؟ الذي يسبقه بمقدار حبيبة قلبي اللي مركزة معاها على السبورة واحد بروتون. واحد ايه يا بتة؟ اه والله يا جماعة. يقول لك كل عنصر في الجدول ازيد من اللي قبليه بايه؟ ولذلك حبيب قلبي لو بص على الجدول هيلاقي الجدول يبدأ ب H1 صح؟ بعد H1 في مين؟ HE2 LI3 B4 B5 C6 N7 O8 F9 NE10 NA11 MG12 AL13 SI14 P15 S16 CL17 AR18 K19 C20 SC21 TI22 V23 بعد كده CR24 MN25 FE26 وتقعد بقى بص كل عنصر بقى ازيد من اللي قبليه بايه؟ بواحد بروتون. يبقى هنا العناصر والله العظيم من اي حته في الجدول هتلاقي ان الجدول فعلا بص كل عنصر ازيد من اللي قبليه بايه؟ بواحد بروتون. يبقى العناصر هنا مرتبه ازاي يا بته؟ ترتيبا تصاعديا حسب الزياده في ايه يا قطه؟ بحيث يزيد كل عنصر عن الذي يسبقه بمقدار ايه يا حبيبتي؟ بروتون واحد. هو بروتون واحد، انا ازيد منك ببروتون. صعبه؟ اثنين، استنى ايه بقى الحاجه الثانيه؟ بص بيقول لي كده في كتاب المدرسه مع مراعاه، جميله قوي الجمله دي، طريقه ملء المستويات ها الفرعيه بالالكترونات. نعم حضرتك، بيقول لك ان الجدول ده كمان يا جماعه بيراعي طريقه ايه؟ فواحده قالت لي مستر هو يقصد يا مستر، معلش بس البنت مذاكره، مبدا البناء الاقتصادي. قلت لها برافو يا شطوره. يبقى الجدول الدوري ده يا جماعه مبني على كام حاجه؟ ها؟ حاجتين. واحد، ترتيب العناصر ترتيبا تصاعديا حسب الزياده في العدد مع مراعاه طريقه ملء مين؟ ولذلك يا جماعه يا جماعه والله بصوا واحنا بنشتغل كمان شويه هثبت لكم ان الجدول الدوري هو بالظبط مبدا البناء الايه؟ هثبت لكم كلمه كلمه هثبت لكم ان ده هو ده. ولذلك بص من الصعب جدا ان الطالب يقعد يحفظ الجدول، لكن سهل جدا ان هو يكون فاهم المبدا صح. اي حد فاهم المبدا على طول الجدول هنا. انت تسالني هو فين الجدول؟ اقول لك الجدول اهو هنا والله، لكن انا سايبه لك بس النهارده على السبوره، لكن ده مش هيحصل تاني. حضرتك الجدول هيكون فين؟ هو مش المبدا هنا؟ المبدا هنا ولا مش هنا؟ لا المبدا فين؟ هنا. يبقى الجدول فين؟
هنا برضو جنبيه المبدأ هنا والجدول هنا، هتشوف دلوقتي. يبقى استنى استنى، على الرغم ان كتاب مدرستك الجميل مش كاتب تعريف الجدول الدوري، الا ان انا وانت هنعمل تعريف للجدول الدوري. احنا بقى يا جماعة عرفنا الحاجات اللي مش متعرفها، لان احنا لازم نفهم عربي. يبقى لو حد سألنا ما المقصود بالجدول الدوري، يبقى الجدول الدوري هو ترتيب ها العناصر ترتيبا تصاعديا حسب الزيادة في العدد فيما يتفق مع مبدأ البناء التصاعدي. فيما يتفق مع مين يا ست الكل؟ صعبة دي يا جماعة؟ اه والله العظيم. يبقى لو حد سألنا هو يعني ايه جدول دوري؟ قول له لا يا عم، ده الجدول الدوري ده حاجة سهلة، ده ترتيب العناصر التصاعديا حسب الزيادة في العدد فيما يتفق مع مين؟ يبقى انت لو رتبت العناصر التصاعديا حسب العدد الذري فيما يتفق مع مبدا البناء، كده انت عملت حاجه اسمها الجدول ايه؟ الجدول الدوري. صعب الكلام هنا حاج؟ طب ركز معايا بقى. يلا يا جماعه، يحتوي الجدول اول حاجه ايه؟ يحتوي الجدول الدوري على كم عنصر يا حبيبي؟ جدول الدور الحديث يا جماعه في كام عنصر؟ 118 عنصر. موجودين في كام دوره؟ سبعه. بص يبقى الدوره الاولى، الدوره الثانيه، الدوره الثالثه، الدوره الرابعه، الدوره الخامسه، الدورة السادسة، الدورة اللي هي يا اخويا يلا يا حبايب قلبي من غير حفظ خالص بالفهم اهي. الدورة الأولى فيها كم عنصر يا مستر؟ عنصرين بس يبات. الثانية 8 عناصر، التالتة 8 عناصر، الرابعة 18 عنصر، والخامسة 18 عنصر، الستة فيها 32، والسبعة فيها 32. هوبا، طبعا انت شكيت قمت جمعتهم هوب لقيتهم 100 وكام. الله ينور عليك يا مستر، انت زي الفل، واكيد طبعا محدش هيقدر يعلق عليك. طب 2 8 8 18 18 ليه كده يا مستر؟ مش لازم تقنعني يا مستر، مش انت قلت لي مش هتحفظني وانا قلت لك ان انا هحفظك؟ يالا المفترض الكلام ده انت عارفه، لكن نظرا انك مش مركز قوي فانت مش عارف انك عارف. تخيل لما تبقى انت المعلومه عارفها ومش عارف انك عارفها، فتعالى اعرفك اللي انت عارفه وانت مش عارف انك عارفه. ما انا طب والله العظيم انا ده فعلا اللي انا بعمله. المعلومه انت عارفها بس مش عارف انك عارفها، فانا تعالى اعرفك اللي انت مش عارف ان انت عارفه. تعالى تعالى تعال. بص يا اخويا غلبان يا راجل، مش انت حافظ مبدا البناء؟ طب ما ده يالا والله العظيم مبدا البناء. طبعا في واحد بص مش فاكر، بص بص. انا هكتب لك مبدا البناء بس مش جنب بعض، يعني 1s to s to p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6S 4F 5D 6P 7S 5F 6D 7P. حافظينهم بس مش فاهمينهم. الفكرة انك تكون حافظ وفاهم اللي انت بتقول. ايه ده؟ طب وايه علاقة ده بالعدد ده؟ بس يا بطيخ. الاس بشي كام؟ 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2 14 10 6 2 14 10 6. تعرفي تجمعي يا بطة ولا اجمع لك انا يا قطة؟ قالت لي لا اجمع لي انت يا مستر. هنا 2 2 2 و 6 8 2 و 6 2 و 10 و 6 18 حبيبي 2 و 10 و 6 18 2 و14 و10 و6 32 2 و14 و10 و6 وبالتالي يا جماعه كل دوره فيها كام عنصر؟
2 8 8 18 18 32 كدبت انا ولا قلت كلام؟ آه بص كلام زي الفل. معايا علاء؟ ماشي. نعم يا بابا. ها؟ دول ان شاء الله هنشرحهم، دول موجودين في الجدول. دول كان مكانهم هنا ونزلناهم تحت. هتعرفي بقى كل حاجه نزلناهم تحت ليه؟ اصبري. ده بص مفيش سنتوفه في الجدول الا لما اقولها لك. مفيش ايه؟ اه مش انت اللي ليك انك تفهم كل حاجه اتعملت ليه؟ انا يا عم لو جيت على جزئيه ولقيني ما شرحتهاش قول بس بص ما قالش دي، لا يا حبيبي كل كلمه هتتقال هيتفهم باذن الله حرف حرف بعد اذنك، بس ركز معايا خلاص؟ بلاش بقى كتر الكلام، صعب الكلام لحد كده؟ طب يلا اخر حاجه بقى قبل ما نبدا نقسم. يلا بص بقول لك ايه، حيث تنقسم العناصر في الجدول الدوري، تنقسم العناصر فين؟ حيث تنقسم العناصر في الجدول الدوري إلى أربع فئات، أربع يالا؟ يبقى العناصر في الجدول الدوري يا جماعة مقسمة إلى إيه؟ فئات، فئات يسموها بالإنجليزي بلوكس، بلوكس، فئة، بلوك، 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 بلوك وبلوك وبلوك وبلوك. طب لو أنت ذكي من غير ما أنا أقول لك هيكونوا أربع فئات ليه؟ عشان المستويات الفرعية أربعة. مستويات الفرعية اسمهم إيه؟ وعليها فإن الفئات تنقسم إلى أربع فئات، عناصر الفئة S S بلوك، وعناصر الفئة P P بلوك، وعناصر الفئة عجبتكم أنتوا بلوك دي، وعناصر الفئة D D بلوك، وعناصر الفئة. يبقى لو حد جه قال يتنطط عليك ويقول لك هي العناصر مقسمه في الجدول ليه الاربع فئات، قول له العناصر في الجدول اربع فئات لان المستويات الفرعيه اربع مستويات، مستويات فرعيه اس بي دي اف، يبقى الفئات الفئه اس الفئه بي الفئه دي الفئه اف. صعب الكلام؟ قبل ما ابدا سؤال كده معلش تاني، انا لسه قايله من شويه، هو الجدول الدوري مبني على ايه؟ مبني على حاجتين صح؟ ترتيب العناصر التصاعديه حسب الزياده في العدد فيما يتفق مع ايه؟ دايما يا جماعه وانا بشتغل هتلاحظ ان انا بثبت لك في كل لحظه ان الجدول هو المبدا، ايه هو ايه؟ انا كلامي واضح، الجدول هو ايه؟ بس عشان اثبت لك محتاج اسمع منك مبدا البناء تاني عشان اكتبه، مبدا البناء وانا اس بالراحه بس عليها عشان انا بنسى. تو اس ايه؟ تو اس تو بي 3 اس 3 بي 4 اس 3 دي 4 بي 5 اس 4 دي 5 بي 6S 4F 5D 6P 7 7 ايه 7 دي؟ 7 حلوة 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 عارفها أيوة أيوة 7S 5A 5 5S 5 5 5F انت ما سمعتش السفن اللي كانت دي والله العظيم عارف عارف على العموم هي هو شيء دارج للاسف انها 7 مش 7 ماشي لا سيكس سيكس لا هو بجملت بجملت مس ميرفت هي اتس ايكوال 6 6 سيكس يلا مش هو ده مبدا البناء؟ اسمع يا بابا الصوت يا جماعه خلاص انا هشرح لكم الفئه اس بالتفصيل وانتوا ان شاء الله هتشرحوا الفئه بي ركز بقى انا هشرح الفئه مين وانتوا هتشرحوا الفئه طب قبل ما ابدا اشرح الفئه اس هقول كلمه كده اختصارا
وبعد كده انا احب دايما اقول ايه اجمالا وتفصيلا. يعني ايه اجمالا؟ هقول كده قاعده تقدر تعرف بيها الفئه. انا بجيب الفئه ازاي؟ بص يا بنتي، والكلام ده هيتكرر في كل الفئات. فئه اي عنصر، يعني عشان تعرف العنصر تبع الفئه اس او بي او دي او اف، ببساطه كده بعيدا عن الكلام اللي في الكتاب، تحدد فئه اي عنصر من موضع دخول اخر الكترون. تاني، انا بتكلم لغه عربيه اهو، تحدد فئه اي عنصر ايه؟ من موضع دخول اخر. اتكلم بالعاميه عشان الناس اللي على قدها، مع ان كلامي والله واضح. تحدد فئه العنصر من موضع دخول اخر الكترون، يعني حضرتك هتوزع صح وتشوف اخر الكترون دخل فين. اخر الكترون ده هو اللي بيحدد فئه العنصر. يبقى انا قلت ايه؟ الفئه تتعرف منين؟ من موضع دخول. بس استني اقولها كمان مره، هتقولي مستر اخر الكترون اللي هو ايه؟ اقول لها اخر الكترون حطيته بايديا، مش اخر الكترون شافته عينيا. اوعى، لان في فارق والحته دي هتفرق معانا والله ما بهرج. يبقى موضع دخول اخر الكترون المقصود بيه اخر الكترون حطيته بايديك، هو ده بيدل على الفئه. بيدل على ايه؟ هنبدا بسم الله، ورجاء ما حدش يتكلم لان انا هشرح كل حاجه في الفئه. بس انا زي ما قلت هشرح انا الفئه اس وانت تشرح الفئه. يبقى اول حاجه هنشرح حاجه اسمها الفئه مين. اسمع كويس، ما المقصود يا مستر بعناصر الفئه اس او الفئه اس؟ يبقى الفئه اس هي عناصر تقع الكتروناتها الخارجيه. عناصر تقع يا جماعه، هي عناصر تقع الكتروناتها الخارجيه في المستوى الفرعي اس. يبقى عشان تقول يا ابني ان العنصر ده يتبع الفئه اس، لابد ان تقع الالكترونات الخارجيه في المستوى الفرعي مين؟ متهيألي الكلام سهل يا جماعه. عنصر يتبع الفئه اس، يعني وزعت لقيت اخر الكترونات تقع في المستوى الفرعي ايه؟ اسمع بقى، لان كل كلمه هقولها ليها سبب. وهما مجموعتان. الفئه اس دي يا جماعه ان شاء الله هيكون فيها كام مجموعه؟ وهما ايه؟ مجموعتان تقعان في يسار الجدول. تاني بقى، هنا عند الجملة دي جيت طالب حبيب قلبي المحنك وقال لي بص يا مستر اسمح لي بقى ان انا احرجك واسألك، هما ليه مجموعتين؟ قلت له بس كده، هما مجموعتين لان الاس بيتشبع بكام الكترون؟ بس يبقى هما مجموعتين لان الاس اهي يا اخوي يتشبع بايه؟ بالكترونين. صعبة دي؟ طب بجد يا جماعة سؤال علل، يقول لك علل اللي ما يأتي. عناصر الفئه اس في الجدول مجموعتان فقط، طب ليه مجموعتان فقط؟ لان المستوى الفرعي اس يتشبع. يبقى انا اقدر اعرف عدد المجموعات اللي انت هتعملها من عدد الالكترونات اللي انت هتشيلها. يبقى الاس بيتشبع بالكترونين، يطلع كام مجموعه؟ طب ما تردوا عليا، البي بيتشبع بكام؟ وبالتالي ان شاء الله عناصر الفئه بي هيكونوا كام مجموعه؟ صعب الكلام ده؟ وهما مجموعتان تقعان فين؟ فالواد ابن الذين مع ان الكتاب ما فيهوش السؤال ده سال لي طب ليه تقعان في يسار الجدول؟ قلت له بطيخه، لان الاس تقع في يسار المبدا. قال لي لا مش فاهم ومش مصدق. يا سلام، قلت له نعم اقول لك انا، شايفين الاس يسارا، الاس يسارا، الاس يسارا، الاس الاس الاس. وبما ان الاس لو بصيت للمبدا هتلاقيها ايه؟ يسار المبدا. تطلع في الجدول فين؟ يسار الجدول. ثانية يا بابا، الهانم اللي مذاكره وانا بشرح المبدا بضمير مش اس اس والعك ده، كل مستوى يبدا بايه وينتهي بايه؟ يبقى الاس هي فين؟ يسار. وعشان الاس هنا موجوده في يسار كل مستوى، تطلع فين في الجدول؟ يسار. يبقى هنا وهما مجموعتان تقعان فين؟ في يسار الجدول، لان الاس لو بصيتي في المبدا موجوده فين؟ يسار المبدا. صعب الكلام ده؟ احنا قلنا وهما مجموعتان، اسمهم ايه بقى المجموعتان؟ مجموعه اسمها 1A ومجموعه اسمها 2A. مجموعه اسمها ايه ومجموعه اسمها ايه؟ 1A ومين؟ 2A. طب امتى يبقى المجموعه اسمها 1A؟ لو الاس فيها الكترون واحد. يبقى انت لو وزعت ولقيت الاس فيها واحد، اقول العنصر يقع في المجموعه 1 واحط جنبها الحرف ايه. طب لو طلع الاس فيها الكترونين يبقى 2 ايه يا جماعه؟ يبقى انا بجيب رقم المجموعه ازاي؟ الاس حاجه من اتنين، يا فيها الكترون يا اما فيها. لو الاس فيها الكترون واحد يبقى في مجموعه اسمها
1A. طب لو الاس فيها الكترونين يبقى في مجموعة؟ طب اضافة بقى كمان عشان لو حد حاول يتفزلك عليك، المجموعة 1A دي كمان بيسموها فلزات الاقلاء، اسمها ايه؟ بابا. وكلمة الاقلاء لو اترجمت العربي اسمها فلزات قلوية، لان اي فلز من دول لو دق في المية بيدي قلوي، لو فاكرين من اعدادي. بينما المجموعة 2A اسمها الاقلاء الارضية، يبقى 1A ليها اسم مميز، 1A اسمها ايه؟ اقلاء، لكن 2A اسمها اقلاء ايه؟ المهم مش ده موضوعنا، تعال اوريك انا بعرف ازاي اجيب الفئة والكلام ده. انا يا جماعة هوزع اول عنصر، جايب لي عنصر اسمه RB37، بعد اذنك تركيز لان احنا هنروح الناحية التانية كمان. يلا يا جماعة RB37 ممكن نوزع مع بعض؟ عاش يا بطيخة اللي مذاكرة، كريبتون كام؟ 36 من ال 37 فاضل كام؟ فاضل واحد. حبيبي ركز هنا، 36 من ال 37 هنا فاضل واحد، يبقى 5SA. بهدوء انا اللي هحل دي. اول حاجة هذا العنصر يتبع الفئة S، في حد معترض؟ لان اخر الكترون دخل فين؟ حبايب قلب المحترمين سيبكم من الكيمياء خالص، هو انا لو عايز اوصف مكان البنت دي لازم اقول ايه؟ عارفه اقول ايه؟ اقول بنت تقع في الصف الثاني، صح؟ العمود 1 2 3 مع غمزه زده 7، يبقى البنت دي في الصف الثاني العمود كام؟ لو عايز توصف موقع اي عنصر في الجدول، العنصر ده موجود في خانه اهي اهي، بص اي خانه، لو خانه زي كده ليه حاجتين يا باشمهندس معايا هنا؟ ليه حاجتين، ايه هما الحاجتين دول؟ حاجه اسمها رقم مجموعته وحاجة اسمها رقم. يبقى لتحديد موقع أي عنصر في الجدول لابد من تحديد إيه وتحديد إيه؟ تعال معايا تعال معايا تعال معايا أعلمك إزاي تجيب رقم الدورة رقم المجموعة. شايفين الرقم اللي جنب الإس؟ أهو ده دايماً رقم الدورة، يبقى رقم الدورة دايماً بيجاب منين؟ يبقى هنا العنصر ده يقع في الدورة الكام؟ الخامسة. إهدى، الإس فيها كام إلكترون؟ فتقوم قايل 1A. يبقى العنصر اللي اسمه الريبيديوم ده، وهنروح دلوقتي نشوفه ونتاكد، يقع في الدوره الخامسه. اول حاجه في الفئه مين؟ لان اخر الكترون دخل في الاس. الدوره الكام؟ الخامسه. المجموعه الكام؟ طبعا انت لان انت لسه ما اتعودتش شاكك فيا. قال لي مستر انا شاكك فيك شويه، قلت له ماله حبيبي شك فيا براحتك، تعال 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 هنا قرب كمان، عد معايا الدورات. الدوره الكام؟ هو ولا مش هو؟ هو RB37. روح بص هناك، صح هو؟ تعال كمان مرة، بس انتوا المرة دي باريوم 56. ازاي يا هانم؟ قالت لي يا مستر يبقى زينون 54 اقرب غاز خامل يسبقه. من ال 56 فاضل كام؟ اسمعكم بالراحه كده ومن غير شوشره، اخر الكترون دخل في الاس يبقى العنصر يتبع الفئه اس بلوك. صعب الكلام؟ الدوره كام يا ست الكل؟ قالت لي سهله يا مستر، الدوره السادسه. الدوره الكام؟ السادسه. المجموعه، وزي ما انت شكيت فيا فانا كمان من حقي اشك فيك. نعم، اشمعنى انت يعني؟ تعالى، انت قلت الدوره كام؟ المجموعه كام؟ تعرف تعد ولا نجيب حد يعد لك؟ لا بعرف. الدوره الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه. طلع هنا بي اي 56، هو هنا؟ كان بي اي 56. صعب الكلام؟ يبقى تاني اسمع يعني ايه عناصر الفئه اس. يبقى عناصر الفئه اس ها؟ هي عناصر تقع الكتروناتها الخارجية في المستوى الفرعي اس، وهما كم مجموعة؟ مجموعتين. ليه؟ عشان الاس بيتشبع بالكترونين. تقعان فين؟ ليه تقعان يسار الجدول؟ لأن الاس يقع يسار المبدأ. بص على المبدأ وانت تفهم. اسمهم ايه المجموعتين؟ 1A و2A. امتى يبقى العنصر في 1A؟ لو الاس فيها الكترون واحد. وامتى يبقى العنصر في 2A؟ وعشان تحددي موقع العنصر يا بطيخة ركزي هنا، محتاجة تجيبي حاجتين، رقم دورته ورقم مجموعته. معايا يا حبيبتي؟ معاك يا مستر.
رقم الدورة بيتجاب من جنب الاس رقم المجموعة. لو الاس فيها الكترون يبقى 1 ايه، ولو الاس فيها الكترون يبقى ايه؟ واضح؟ واضح. اتفضلوا حضراتكم. ايه مش انا شرحت لكم؟ يلا انا شرحت انتوا تشرحوا. سامع بالراحة عليا بس. هي عناصر تقع الكتروناتها الخارجية. استني يا بات، استني يا بات. في المستوى الفرعي مين؟ في المستوى الفرعي بي صح؟ وهي كم مجموعة يا حاج؟ وهي ست مجموعات. قولي يا بات تقع فين؟ وزي ما انت ما رحمتنيش انا هرحمك. تعالى. وهي كم مجموعة؟ فوركوا ليه؟ ليه ست مجموعات؟ قالت لي وهي ست مجموعات. عيب يا مستر، لان المستوى الفرعي بي يتشبع بست الكترونات، وعشان كده يا مستر هما ست مجموعات. تقع فين يا قطة؟ ليه بقى؟ عناصر الفئة فيه تقع يمين الجدول. قال لي تعالى تعالى يمين 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 يمين، وعشان البي موجود يمين المبدأ هيطلع عندك في الجدول في يمين الجدول. كل مستوى يبدأ بايه ولا بس وينتهي بايه ولا؟ يبقى مين يسارا ومين يمينا؟ بس كده الجدول هو المبدا، مش اتفقنا على كده؟ شو هما ست مجموعات؟ هي على الترتيب 3A 4A 5A 6A 7A 0 صفرية. ما اسمهاش 8A، اسمها صفرية. صفرية. طب استنى، لا لسه هنحل، عايزين كذا سؤال. ممكن السؤال يا جماعة هما ليه بادئين من 3A يا جماعة؟ ليه من 3A؟ قالت لي مش مركز أنت النهاردة، مش مركز، التعب مأثر عليك. ما هي الفئة S أخذت مجموعتين اللي هما 1A و2A، فالبي بادئة من وراها اللي هما 3A 4A 5A 6A 7A الصفرية. طب ثواني اسمع كده ومش هحفظك هفهمك. امتى يبقى العنصر في 3A؟ لو ان بي 1، يعني لو البي بتاعته فيها كام؟ وهفهمك كمان شويه. اما لو البي فيها 2 يبقى فين؟ طبعا واحده قالت لي مستر انت ليه بتكتب جنب البي هنا ان؟ قلت لها لان لو انت مذاكره مبدا بناء التصاعد بضمير دايما الرقم اللي جنب البي بيساوي الرقم اللي جنب الان، فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ جنب الاس اسف. يعني لو 3S 3P، طب لو 4S؟ فهنا لو ان اس ان بي، ان بي 4 ان بي 5، وهنا ان بي كام؟ قالت لي مش فاهمه الحته دي. قلت لها ولا يهمك انا هشرح اول مثال وانتوا تكملوا من بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اي ال 13 ممكن نوزع مع بعض؟ قالت لي ومال نيون 10 3 اس 2 3 بي 1. بهدوء يا جماعه بهدوء، ركز معايا. اخر الكترون دخل فين؟ يبقى العنصر ده يتبع الفئه. بعد اذنك بقى ما حدش يتكلم. رقم الدوره دايما ما تغيرش، بيتجاب من جنب الاس، يبقى العنصر ده في الدوره الكام؟ اسمعني بقى عشان هقول القاعده وما حدش يتكلم. قلت مستري هو لو العنصر تبع الفئه بي رقم المجموعه بيتجاب ازاي؟ بص يا بابا، تجمع تجمع يا اللي تفهم عربي الكترونات اس وبي، تجمع منهم ايه؟ ويضاف الحرف ايه؟ يبقى 2-1. فهمتوا؟ تصدق صح، لو البي فيها واحد هيبقى 2-1، فتبقى المجموعه مين؟ يبقى عنصر الالومنيوم ده في الدوره كام؟ الثالثه. المجموعه كام؟ والله يا مستر مش مصدقك، تعالى عشان اخليك تصدق. الدوره كام؟ الدوره الاولى. الثانيه كام؟ المجموعه مين؟ هو ولا مش هو؟ هو.
هو نموني اهو الدائره الثالثه مجموعه مين 3A. طب ما يلا انتوا قولوا لنا كمان واحده. طب انا مثلا على سبيل المثال مستر خالد كده حب يغلس عليك وقام جايب لك عنصر زي الجرمانيوم 32، انا مستني اسمعكم. يلا يا بابا. قالت لي ارجون. سامعك يا بابا. 18 من ال 32 فاضل 14، ادي 2 و10 12 يتبقى عندك 2، احطهم في الفور بي. اسال اخر الكترونين دخلوا فين؟ يبقى العنصر يتبع الفئه بي. رقم الدوره يا ست الكل، الدوره الايه؟ الرابعه. هاتي يا بابا رقم المجموعه يا بابا، 2 و2 يبقى ايه؟ 4A. يبقى العنصر ده يا جماعه فعلا في الدوره الرابعه المجموعه مين؟ 4A. لو بصيت عليه والله هتلاقيه هو موجود. استنى استنى، تعالى نعلي عليك شويه، انت حبيبنا. نعم، احنا نبخل عليك ليه؟ طب ما تيجي يا هاله اقول لك يو 53. قول. اقرب غاز خام اللي يسبقه كريبتون 36. قول يا بابا. 5S. طبعا يا جماعه اللي مش مركز، 36 من 53 فاضل 17. 5S 2 4D 10 5P5. يلا مع بعض كده، يلا مع بعض كده. ها الفئه مين؟ شطوره يا بات. الفئه بي. الدوره الكام؟ احسنت يا بابا. هاتي يا بابا رقم المجموعه 7A. ولو انت بطيخه وبتذاكر كويس 7A دي المجموعه دي ليها اسم مميز كان اسمها الهالو. وطبعا يا جماعه انا عارف ان انت عارف ان هالو جين هي كلمه لاتينيه مكونه من مقطعين، صح؟ هالو يعني ملح وجين يعني مكون، فيبقى اسمها هالو جين مكون الملح، صح؟ زي بص هالو جين مكون الملح. طب هيدروجين، هيدروجين هيدرو يعني ميه وجين يعني مكون، يبقى هيدروجين مكون الميه. ايه لك الكلام الجامد ده؟ اوف، صح؟ انت عارف الكلام ده كله طبعا، ده كلام كله بسيط. يبقى 7A اسمها الايه؟ اتفهمت اللعبه؟ يبقى استنى استنى، فهمت ليه لو البي فيها واحد يبقى 3A؟ لان بجمع عليها الاثنين بتوع الاس، يبقى 2 و1 3A. طب 2 و2 4A، 2 و3 2 و4 2 و5 2 و6. ما تقولش 8A، اسمها المجموعه ليه؟ ودي ليها اسم مميز اسمها الغازات. يبقى تاني يا جماعه اسمع، عناصر الفئه بي هي عناصر تقع الكتروناتها الخارجيه في المستوى الفرعي مين؟ اسمعك، وهي كام؟ رد عليا، وهي كام مجموعه؟ 6. ليه 6؟ لان البي بيتشبع بست الكترونات. تقع فين؟ لان البي يقع يمين المبدا. ارقام هذه المجموعات هي 3A 4A 5A 6A 7A. طب صعب الكلام؟ طب عيل محترم سالني سؤال حلو كده، هو مش في الكتاب بصراحه بس الواحد عايز يعرف. السؤال بيقول ايه؟ بيقول لي 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 0. ليه؟ ليه؟ ما انت عمال ايه 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 زيرو. يا ترى اولا ايه الايهات اللي محطوطه دي؟ ثانيا ليه الاخيره دي ما اخدتش ايه هي كمان؟ اولا استني بس يا بابا، استني يا بابا عشان اشرح لك كويس، مش انت عايز تسمع وتفهم؟ اسمع بقى. اولا اللي عمل الترقيم ده عمك مزلي، يبقى الترقيم اللي انا بشرحه ده بتاع 1A و2A و3A ترقيم ايه؟ على فكره يا جماعه وفي ترقيم غيره هشرحه كمان شويه اسمه الترقيم الحديث، بس انا بشرح حاليا ترقيم مين؟ مزلي. 1A 2A 3A 4A وهكذا يعني. جميل ده. ليه؟ لو انت عايز تفهم ليه مزلي؟ قاعد هنا احط ايه 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 هنا ما حطش ايه؟ فانا قلت عشان اوصل لك المعلومه، معلومه سهله خالص. انت دخلت على سبيل المثال فرح، دخلت ايه؟ فرح. فاحنا بنعرفك على المعازيم، اسمع كده هتفهم انت لوحدك لان انت برضه ذكي مش حمار يعني. فانا قلت لك ايه؟
احمد الشبوكشي ومحمد الشبوكشي، علي الشبوكشي، مصطفى الشبوكشي، الهام الشبوكشي. تفهم ايه من الشبوكشي ده؟ دول عائلة الشبوكشي، دول فيهم خواص مشتركة بينهم وبين بعض. الشبوكشي احنا كلنا شبوكشي فينا وبعدين. انت شبوكشي معانا؟ انت شبوكشي خلاص. نفس الكلام على فكرة لما ده في البني ادمين فعلا، صح ولا غلط؟ فانت لما بتحط رمز يجمعهم عشان تفهم ان هم اسرة مع بعضيهم. والله العظيم ما بهرج، اسرة ولا مش اسرة؟ موزلي كان عايز يقول لك ان العناصر دي في حاجة هتجمعها، وهتشوف فعلا ان في حاجة هتجمعها. والله دول كلهم مع بعض اللي هم 1A و2A و3A و4A و5A و6A و7A كلهم هيبقى اسمهم عناصر ممثلة، وهتفهم المرة الجاية بالتفصيل يعني ايه ممثلة وليه ممثلة. فهم عشان كلهم هيكون في بينهم حاجات مشتركة، قام لاممهم كلهم واداهم الرمز مين؟ ايه؟ طب يا ترى يا هل ترى اللي بتفهم، انت ليه مش معانا يا قطة؟ لا 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 لا، مش زينا في الخواص، وعشان انت مش شبهنا ما ينفعش تبقى شبوكش زينا. احنا كلنا ايهات صح؟ انت ما ينفعش اولا يكون لك ايه. طب حلو كده احنا فهمنا ليه ما فيش ايه. طب ليه سماها الصفريه مكان يسميها 8 بس؟ يلا ليه سماهم الصفريه؟ لان انت لو مذاكر عارف ان الغاز الخامل ده لا يشترك في التفاعل في الظروف المعتاده، صح؟ اللي مذاكر بقى من اعدادي، فلا يفقد الكترونات او فلا يميل لفقد ولا يميل للاكتساب، فالتكافؤ بتاعه صفر. وعشان العناصر دي تكافؤها صفر سميت المجموعة بالمجموعة الصفرية. فهمت اللعبة حق؟ وكده يبقى خلصنا فئتين، الفئة مين والفئة مين؟ صعب الكلام يا جماعة؟ عناصر الفئة دي بقى يا جماعة دي آخر حاجة أنا هشرحها النهاردة كده، أو هنشرحها مع بعض النهاردة، احنا ماشيين مع بعض على الهادي خالص. عناصر الفئة مين؟ طيب اسمع كده التعريف، هي عناصر يتتابع فيها، هي عناصر ايه بابا؟ هي عناصر يتتابع فيها ملء المستوى الفرعي دي بالالكترونات. يعني طول ما انت بتحط الكترونات في الدي يبقى العنصر يتبع المستوى الفرعي مين؟ او الفئه دي، يبقى هي عناصر ايه بابا؟ يتتابع فيها ملء مين؟ وهي عشرة أعمدة. وهي إيه؟ تقع في وسط الجدول. حبايب قلب المحترمين اللي مركزين معايا على السبورة، أنا قلت وهي كم عمود؟ والله يا جماعة لو جيتوا تعدوا الأعمدة والله هتلاقوا عشرة. عناصر الفئة دي يا جماعة هي عناصر يتتابع فيها ملء المستوى الفرعي مين؟ دي بالإلكترونات. رد أنت بقى، وهي كم عمود؟ ليه يا بيه؟ وهي عشرة أعمدة لأن المستوى الفرعي دي يتشبع بعشر، ولا تقع فين؟ طب يا ترى ليه في وسط الجدول؟ لأنك لو بصيت للدي في المبدأ هتلاقيها بين مين ومين؟ يبقى الاس يسارا البي يمينا والدي فين؟ بس كده. صعب الكلام؟ بس خدوا بالكم بقى عشان من الحتة الجاية دي في تغيير كبير قوي هيحصل، وفي جمل مهمة قوي الحتة دي مهمة يا جماعة. اسمع بقى، حيث تنقسم إلى 8 مجموعات، حيث تنقسم إلى إيه؟ هي هقوله بعد كده هفهمك والله. هي مين مجموعاتها؟ 3B 4B 5B 6B 7B 8 1B 2B. وهنا يا جماعة لأي حد محترم قاعد وبيفهم، إيه ده كده في عك كبير بيحصل. ليه؟ أولا يا مستر أنت قلت 10 إيه؟ ركزي يا هانم، أنا ما قلتش 10 مجموعات، قلت 10 إيه؟ لكن لما جيت أقول مجموعات قلت كام؟ ودي أول حاجة غريبة، لأن أنا أعرف في الجدول إن العمود بمجموعة، فالمفترض أنا وأنتِ بتوقعنا عمودين في الفئة إس عملوا مجموعتين، ست أعمدة في الفئة بي عملوا كم مجموعة؟ ست مجموعات. فأنا وأنت قاعدين مستنيين 10 أعمدة يعملوا 10؟ قال لك لا، ده هم كأعمدة كام؟ وكمجموعات كام؟ ودي أول حاجة غريبة هتستدعي إنك لازم تسأل هو إيه اللي حصل؟ اتنين،
العالم المحترم بدا يبص كده بقرف، قال لي طب بص اولا انا فاهم ان ما بقاش فيه ايه خلاص، بقى فيه مين بي، ما بقاش حط ايه، بس ايه يا اخويا الترقيم العجيب ده؟ ايه اللي بادئ بسري ده ومنتهي بمين؟ كل ده هفهمه لك. ما هو انت لو ما استغربتش يبقى انت ما فيش هنا مخ. معلش نبدا بالاولى، هما كام عمود؟ ركز. 10. كام مجموعه؟ 8. تعالى عشان افهمك على الجدول هما ازاي 10 اعمده وبالرغم من كده كام مجموعه. طب نبدا بسم الله. مجموعه دي اسمها مين؟ اللي مركز معايا هنا في الجدول، مجموعه بعمود، مجموعه بايه؟ اه والله يا جماعه 3 بي اهو عمود واحد، مجموعه بعمود واحد. شايفين 4 بي مجموعه بايه؟ بعمود. 5 بي مجموعه بعمود. 6 بي مجموعه بعمود. 7 بي هوبا مجموعه اسمها كام؟ فيها العمود الثامن والتاسع والعاشر. الحق ده في مجموعه واحده مكونه من كام عمود؟ استنى كملي بس معايا. وادي مجموعه بعمود وادي مجموعه بايه؟ البنوته المحترمه اللي مركزه قالت لي بص بقى مستر انا ملاحظه حاجه. قلت لها ملاحظه ايه؟ قالت لي انا ملاحظه ان في 7 مجموعات بسبع اعمده. عادي خالص. قلت لها برافو. قالت لي بينما في مجموعه واحده غريبه كده مكونه من 3، وعشان كده لما بنجمع الاعمده بيكونوا 10 بينما المجموعات كام؟ ده معناه ان في مجموعه شاذه عن الجدول كله. مجموعه ايه يا بابا؟ شاذه في ايه حضرتك؟ قالت لي كل المجموعات في الجدول مكونه من ايه؟ الا مجموعه واحده، المجموعه دي هي المجموعه الكام؟ الثامنه. المجموعه كام؟ ولذلك هنا في سؤال لطلبه ازهر المحترمين يقول لهم علل اللي ما ياتي، تشذ المجموعه الكام؟ عن بقيه الجدول، يبقى ايه اللي بيخلي المجموعه دي يا محترم اللي مركز شاذه عن بقيه الجدول؟ حيث انها مكونه من؟ وللي عايز يعرف يا جماعه، ده المحترم اللي عايز يعرف، ده مش سؤال في الكتاب. واحد قال لي طب هو ليه حطوهم مع بعض؟ اقول لك اخويا مزلي بعد ما حط العناصر في المجموعات كده لقى ان خواص دي ودي ودي شبه بعض، فقام لمن كل ده وحطه في مجموعه واحده وسماها المجموعه الايه؟ الثامنه. يبقى هنا عندك مجموعه في الجدول شاذه عن كل مجموعات الجدول. شاذه في ايه يا عم انت تاني؟ يا ابني اي مجموعه في الجدول مكونه من ايه؟ ما عدا مجموعه واحده، هي المجموعه الكام؟ ولذلك السؤال تاني حبيبي المحترم بيقول لك علل اللي ما ياتي، تشذ مين؟ اسمع اسمع، تشذ المجموعه ليه؟ تشذ المجموعه الثامنه عن بقيه ايه يا جماعه؟ يبقى ايه اللي خلى المجموعه الثامنه شاذه عن بقيه الجدول زي ما احنا قلنا؟ حيث انها مكونه من ايه؟ بس كده، حيث انها مكونه من ايه؟ طب ازود لكم بقى معلومه من ثالثه سنه يا جماعه، مش هتبقى خساره، والله العظيم ما خساره. اسمع المعلومه دي يا ابني. الجدول كله يا جماعه التشابه فيه كده، فاهمين يعني ايه التشابه كده؟ ردوا عليا، يعني ايه كده؟ راسي التشابه بيكون ايه؟ يعني لو حاولت تشوفي حد شبهي تبصي فوقيه وتبصي فين؟ لان التشابه ماله؟ المجموعه دي هي الوحيده في الجدول اللي فيها كام تشابه. ما تركزوا يا جماعه. اهي المجموعه اهي عندكم. اهي المجموعه. التشابه فيها كام نوع؟ 2. اهي اهي. فيها تشابه كده اسمه تشابه ايه؟ وفيها تشابه كده اللي هو مين؟ ده في معلومه بقى اللي بقولها لكم من ثالثه دي. يقول لك كما ان التشابه الافقي فيها اكبر من الراسي. مين اكبر من مين؟ يعني اللي بيفهم عربي مش ده الحديد؟ ايهما اكثر شبها بالحديد، الكوبالت ولا الروتينيوم؟ لان المجموعه دي التشابه الافقي فيها اكبر من التشابه الايه؟ يبقى في مجموعه، اوعى تنسى دي، الفئه دي، اوعى تنسى الفئه دي كم عمود؟ غلطتي، بقول الفئه دي كلها كم عمود؟ 10. كم مجموعه؟ فيهم مجموعه شاذه هي المجموعه، وتشذ المجموعه الثامنه في حاجتين حيث انها مكونه من اللي مركزه. كما ان التشابه اللي مركزه معايا بين عناصرها الافقيه، اسمعك، اكبر من التشابه بين عناصرها الايه؟ بس كده. يبقى المجموعه دي يا جماعه فيها حاجتين مش موجودين في اي مجموعه. اولا انها مكونه من 3 اعمده راسيه، والتشابه بين العناصر الايه؟ الافقيه اكبر من التشابه بين العناصر. اتفهمت دي كويس؟ اسال تاني، الفئه دي كم عمود؟ 10. كم مجموعه؟ 8. فيهم مجموعه شاذه هي المجموعه؟ 8. فهمتوا بتشذ في ايه؟ تعالوا بقى ارد عليكم على تاني حاجه، ايه التانيه دي؟ واحد قالت لي مستر ايه الترقيم الغريب ده؟ انت بادئ بسري؟ اهدى اهدى، اهدى وهتفهم دلوقتي. ممكن نوزع مع بعض سكانديوم 21؟ اتفضلوا.
ممتازين. أرجون كم؟ يلا عشان هتكملوا للآخر كمان. هكمل معاك كله. يلا يا جماعة. آخر إلكترون دخل فين؟ يبقى العنصر يتبع الفئة. شكرا ما حدش يتكلم. رقم الدورة دايما هيتجاب من جنب الاس. يبقى احنا في الدورة كام؟ بس بعد اذنك بقى ما فيش كلام كمان. المحترم اللي كان مركز، هو العنصر لما كان تبع الفئة بي، فئة بي، كنت بتجيب رقم المجموعة ازاي؟ قال لي كنت بجمع اس وبي واحط الحرف ايه. طب لو يتبع الفئة دي هتجمع اس ودي، هتجمع مين؟ ويضاف الحرف بي، يبقى 2 و1 يطلع المجموعه ايه؟ بص بقى هنا نورت عند اللي بيفهم. هو انت مش اول ما هتيجي تحط الكترونات في الدي هتحط 1؟ فلو الدي فيها 1 يبقى المجموعه مين؟ اتفهمت اللعبه؟ مش دي البدايه؟ حلو. بس لقيته كاتب حاجه كده في كتاب الامتحان، ايه الكلمه دي؟ واحده قالت لي مستر روح ذاكر احنا قلناها. قلت لها ايه؟ يا بنت استني. قالت لي يا عم روح ذاكر، يا عم روح ذاكر، الرقم اللي بيتكتب جنب الدي ده اقل من الرقم. والله العظيم قلناها، قلناها في شرح الترقيم عندك في مبدا البناء. فلو دي 4S اهي ان اس اللي جنبها، يبقى لو دي ان يبقى اللي جنب الدي. تعالى استنى بقى كمان مره. طب سؤال، طب لو الاس فيها 2، يلا بقى هنكمل مع بعض، والدي فيها 2، لما نشوف اللي مركزين. هات رقم المجموعه. اخلص. رقم المجموعه كام؟ كمل، ما انا هكمل معاك لحد الاخر اهو. طب لو الاس فيها 2 والدي فيها 3، فاهمين لحد كده؟ يلا هيغلطوا دلوقتي، هيغلطوا وانا عارف، مفيش مذاكره. يقول لك انا مذاكر وانا عند خالد صقر. ماشي ماشي، ما عشان انا لفت نظرك. فاهمين حاجه؟ طبعا الهانم اول ما شافت 2 4 قالت لي عيب كده يا مستر، لو الدي فيها 4 يتم سحب الكترون من اس لجعل الدي نص. المهم هات رقم المجموعه 1 و5. استرها علينا يا رب. ما حدش يتكلم في اللي جاي. 4s2 3d6، 4s2 3d7، 4s2 3d8. اسمع المستر هيقول ايه ولو مش فاهم اسال. 2 و6 العمود الثامن في المجموعه الثامنه. 2 و7 العمود التاسع في المجموعة الثامنة. 2 و8 العمود العاشر في المجموعة الثامنة. فهمت حاجة؟ هو ايه يا مستر العمود الثامن في الثامنة والعمود؟ نعم، اصل الثامنة دي فيها 3 أعمدة، الكام والكام والكام؟ موتي وسمي بقى في طالب ثانية ثانوي أو ثالثة يقول لك المستر قال الثامنة الثامنة الثامنة. يا كذاب، المستر ما قالش كده، يا كذاب. المستر قال العمود الثامن في الثامنة والعمود التاسع في الثامنة، يبقى مجموع الإلكترونات بيديك رقم العمود. 2 و6 8 العمود الثامن في المجموعة الثامنة، العمود التاسع في الثامنة، والعمود العاشر فين؟ لأن المجموعة الثامنة مكونة من. طب يلا يا حبيبي هتتصدم دلوقتي، طب لو 4s2 3d9. ماشي ماشي ماشي، خلاص سمعتك كنت بتقول ما ينفعش، خلاص فهمتك. طب هجيب لك انا بقى رقم المجموعه واساعدك. 1 و10 11. لو الرقم فوق العشرة بتاخد ان فوق العشرة بس، يعني تقول 1. مش ال 11 دي اقل من 10 بواحد، فتقوم قايل 1 مين؟ نورت. طب لو الاس فيها 2 والدي 10، 2 و10 تبقى المجموعه 2b. فهمت اللعبة؟ ولذلك بص الراجل بادئ بمين يا ولا؟ ومنتهي بمين يا ولا؟ بس استنى بقى، هي كده برضو ممكن تبقى مضايقاك. لو جدع اوعى تحفظ الدي كده، تعالى تعالى تعالى، شوف مسترك حافظ ازاي عشان تبقى اشطر من مسترك، اشطر من مسترك. مستر خالد ده مستواه محدود، انت بقى تعدي كل الحدود، يلا بابا. تعرف تعد من 1 ل 8 بالانجليزي؟ عد كده؟ بس قول 5 على فكرة، اسمها 5 مش 5، يلا قول كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أنا قلت لحد 8 بس.
انا بس بوريك ان انت حتى بص لا 19 اقفلهم 10 كده يا مستر، لكن نقف عند 8 ده حتى قله ادب. طب تعرف تعدهم تاني ولا تلخبط؟ قال لي اعرف 1 2 3 4 5 6 7 8 اوعى. تعالى تعالى، الترقيم اللي احنا بنشرحه ده ترقيم مزلي، يا رب تنور عندكم لوحدها من غير ما انا الفت نظركم. 1 A 2 A 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B الثامنة. 1 B 2 B 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A صفرية. الراجل ده عايز يقول ايه؟ مزمز بدأ ب 1 و 2 A وكمل لحد الثامنة ب بي، بعد كده قام قلبها 1 و 2 بي وقام مكمل لحد الصفرية ب A. تعرف تقول يلا 1 A 2 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B ثامنة 1 B 2 B 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A. حلوة اللعبة دي صح؟ بس على فكرة يا جماعة ترقيم مزلي ده ترقيم قديم، انتوا عارفين الترقيم الحديث عمل ازاي؟ بص اهو انا مرقم اهو 1 2 ها 4 5 6 7 8 9 10 11 12. حلو الترقيم ده قوي. 13 14 15 16 17 ايه؟ يعني المجموعة 7 ايه اسمها المجموعة كام؟ 17. خد بالك ترقيم الحديث ما فيهوش A و B 1 2 3 4 لحد الآخر، لكن ترقيم مزلي هو اللي مقسم المجموعات لمين ومين؟ ايه لفظ بيطلق على الفئتين اس وبي، وبي لفظ بيطلق على عناصر الفئه مين؟ دي عناصر الفئه مين يا حاج؟ اتفهمت دي كويس يا جماعه؟ اتفهمت؟ ماشي.